دائما سلمى صباحنا، وكل فترة لازم نروح على مدينة حلب وخصوصا على مبادرة شهيد زفير، ونحكي مع الأستاذ منتصر كيالي ونعرف شو آخر المستجدات بالمبادرة وآخر النجاحات والتطورات، ونعرف منه كمان الأسرار والمشاريع يلي عم يجهزوها. صباح الخير أستاذ منتصر. أستاذ صباحك مدام عفاف. صباح الخير. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك، وصباح الخير لاهلنا كلهم بحلب. استاذ منتصر، خلينا نبلش مع حضرتك من الفعاليات الاخيره اللي عملتوها بشهيق زفير، وتحديدا بمناسبه اعياد الميلاد وراس السنه. صباحكم جميعا مدام عفاف، مدام سلمى، اهلا وسهلا فيكم، اعيادكم مباركه يا رب وميلاد مجيد للجميع. الفكره هي بلشت من تقريبا فتره، هي قطعه السكر. فالسكر عباره عن هي كانت اطفال، مجموعه اطفال 30 طفل، وكانوا الموضوع تلخص بفعاليه بمول شمال كورال، كورال فني، كورال غنائي، دمج ما بين الكنيسه والجامعه والى اخره. وكان فعاليه كانت كثير حلوه ناجحه، شملت العاب، شملت فقرات فنيه، شملت قصص للاطفال. اذا بتشوفي مثلا صور الاطفال هلا حاليا عم بنعرضوا قدامك، كانوا كثير مبسوطين، كانوا هن عباره عن اشخاص، يعني عباره عن قطعه سكه عم تتحركوا على الارض. كان فعاليه كثير ناجحه وكان لها دور كبير، وحاولنا نحن نعمل شيء هالاطفال بالذات بعيد البلاد. استاذ منتصر، لاحظت بالفتره الاخيره انه في احد الاطفال عندك او مجموعه من الاطفال كمان عم يعملوا مشاريع خاصه لإلهم، وعم يتطوروا اكثر وعم يستلموا هاي المشاريع ويصيروا هن اصحاب مشاريع خاصه لإلهم ومسؤولين عنها. خبرنا اكثر عن هاي التفاصيل. هلا هي هذا الموضوع تلخص باني اطفال عبرسني رسموا، أن سابقا كان في ديفيليه من فتره تقريبا لا يقل عن شيء محدود شهر او شهرين، ديفيليه معرض، هذول شافون اشخاص لهم دور معين، شافوا هالصور، هذول حبوا هن يطوروا هالصور هي بالذات لمعروضات او منتوجات تنزل بالسوق. فكان الموضوع كثير له دور، كان له كثير تاثير. حتى هلا حاليا رح يصيروا هن هذول الاطفال لهم اسم معين، مثلا طفل صمم ونزل مثلا فستان او نزل مثلا تيشيرت او نزل كذا، رح يصير هو براند. في الفكره هي عباره عن ان هدول الاطفال بدل ما يكونوا هن اشخاص بالهم مثلا لهم دور جزئي نوعا ما، لهم دور كامل بطريقه صحيحه مضبوطه، بيدرس بطريقه تكون اكاديميه نوعا ما. الفكره ان حيكون هن اشخاص لهم دور مجتمعي كله. فنتمنى التوفيق يا رب، نتمنى الخير للجميع. أكيد أكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، وأكيد شغلكم معه يعني واضح جدا بهي المرحلة، وخصوصا أنه زاد اهتمامكم بذوي الاحتياجات الخاصة بشكل واضح ومتلازمة الحب داون. خلينا نحكي عن تفاصيل مهمة يمكن بالكواليس عم يكون دائما معكم بالتحضيرات بمثل هالفعاليات. هلا اكيد الكواليس هي بصراحه مطلوبه جدا جدا، في جهات داعمه لنا، جمعيه الرجاء كانوا معنا الامانه السوريه للتنميه. رح نكون احنا واقعيين اكثر على الواقع اكثر واكثر، ونحكي عن شيء عم افكر فيه للمستقبل. هلا انا الفكره اني مشروع صغير بتلخص اني طفل رسم صوره ونزل مثلا على صف له بيج خاص، كل طفل صار هلا تقريبا شيء 15 طفل هن رسموا صور، صار لهم بيج خاص على الويب سايت، صمموه، ظبطوه، اسم الطفل، صوره عنه، معلومات عنه، العمر، تليفونه الى اخره. صاروا يتواصلوا الناس مع هذا الشخص بالذات عن طريق اهله طبعا او طريق الناس الملمومين فيه، يتواصلوا معه عشان يقدموا له مثلا افكار جديده، يقدموا له دعم نفسي، دعم مادي الى اخره. يعني تصور انت فستان ورسم الطفل، وفي اشخاص عم بحاولوا انه دوما مثلا هذا المنتج يشتروه هم. فتصوري هذا الموضوع له دور كبير، له اهميه جدا جدا في رفع اطفال ذوي الهمم بمكانه جدا عاليه. نحن بصراحه بنتمنى لهم دوما هم ياخذوا دور ايجابي بالمستقبل، يكونوا هم اشخاص بنلاقيه ويكون لهم دور على الواقع. فيا رب الخير للجميع، ويا رب يكونوا دوما لهم دور مهم. هن عباره عن قطع سكر،
احنا سميناها قطع سكه، لان عباره عن هي ان هذول اشخاص عندهم من جواتهم حلاوه ومن جواتهم شفافيه مطلقه جدا جدا. ما بتخيلي انت انا اللي كانوا انا موجودين هن اثناء الحفل، شوفي فرحتهم، شوفي صورهم، شوفي ناس موجودين معهم. يعني انا عن جد فعاليه كانت كثير ناجحه وكانت كثير مهمه بمناسبه عيد الميلاد. الخير للجميع وميلاد مجيد للجميع يا رب. سوريا حبة نحن وبلدنا هي الاساس. يا رب الله يوفق الجميع يا رب. ان شاء الله يا رب. استاذ منتصر، دائما بيكون بعض الاشخاص نظرتهم لاطفال الحب ممكن انه يفكرون انه غير قادرين على اتخاذ القرار او يتحملوا مسؤوليه قراراتهم او حتى يكون عندهم افكار. خلينا نوضح للمشاهدين قد ايه ممكن يكون للاطفال الموجودين معك بالمؤسسه دور باتخاذ القرارات، او اوقات بيقترحوا عليك انهم بعض المشاريع لحتى تنفذوها. مدام عفاف لاحكي لك شغله، التنمر موجود عند الاجيال جدا موجود، وهذا الشيء صراحه هذا الشيء بنلاحظه بيني وبينك نحن. يعني هدول نفسهم هم في اشخاص بعض الاحيان للاسف يعني المفهوم الشائع عند الاجيال، ما بقول هدول ذوي الهمم، بقول هذا من قولي. لبين ما توصل الفكره انت لهذا الشخص ان هذا الشخص قادر وعنده امكانيه وعنده افكار وعنده عنده عنده شفافيه مطلقه من جواته. يا ريت نحن يعني نتعلم منه شغلات هذا الطفل، لاني فعلا عن جد ما شاء الله عليه اشي جواته حب ما عنده شيء. وصلنا نحن حاولنا نعمل افكار جديده وطبع الواقع وكل الناس واقعيين معنا، كان ناس مستعرين كثير حتى لدرجه ان هذا موضوع ان الطفل المنزولي او الطفل مثلا في عنوان بحكوا الناس انه ذوي احتياجات خاصه، لا ما ذو احتياجات خاصه، هذا ما عنده احتياجات خاصه، هذا عنده احتياجات تفيدني وتفيد المجتمع فيها كلها. فهو انا بقول له هذا ذوي الهمم عنده ادراك واسعه جدا جدا وعنده امكانيات. يعني تصوري في طفل حكى معي فتره قال لي قبل يشتغل منتصر، قلت له منتصر اشترك نحن نعمل مشروع حلو بيناتنا، نعمل مشروع اكل ونوزع فيه على الناس الفقيره. تصوري هذا المشروع، يعني انا ما تخيل طفل عم بحكي معي بهالطريقه هاي اني نعمل نحن اكل ونعمل مثلا معجنات او الى اخره ونوزعه على الناس الفقيره. شوفي ما تسمع فكر مو بس فكر بحاله، فكر بغيره. الشفافيه هي بيني وبينك انا يعني انا تعلمت منه في شغلات، تعلمت منه اني انا احب الناس اكثر، احبهم اكثر، اكون عندي اطلاق عندي انطلاقه نحو امور كثيره. فكثير هدول الاشخاص بتحسي فيهم. يا ريت بس شوي في اهتمام والناس شوي نوعا ما توعي اكثر واكثر حتى يحسوا بمين هدول الاشخاص عندهم امكانيات رائعه. صحيح، يعني نحن عم نتابع مع حضرتك الاتصال، ايضا عم نشوف صور من الفعاليه، عم نشوف قد ايه في فرحه على وجوههم، قد ايه كانوا سعيدين بهي الفعاليه. قبل ما نختم، هل في شيء جديد عم تخططوا له قبل نهايه السنه او رح نبلش تحضير للسنه الجديده؟ اكيد رح نبلش سنه جديده ان شاء الله اذا قدرت بمشروع كثير حلو رح يكون على الواقع. طبعا بتحبوا احكي عن الواقع انا ولا بتحبوا تشوفوا المستقبل؟ شو بتحبوا؟ انا ما عندي مشكله. المشروع هو بتلخص بمجموعه اطفال رح يكون له عمل مسرحي، عمل مسرحي مع مجموعه فنانين معروفين على الدرجه الاولى. هن رح يكونوا لهم دور بعمل مسرحي، حيكون ان شاء الله حيكون بحلب البدايه، بعدين ننتقل للشام، ننتقل للاذقيه. يعني اطفالنا هذول حيمثلوا عمل مسرحي مهم جدا جدا، يكونوا هن موجودين ويحكوا عن شيء معاناتهم، بعدين يعطونا الحب اللي بجواتهم هن. المشروع نحن بصراحه عم نشتغل عليه بين مينك وموضوع ضو مو قريب، لان فيه جهد مسرحي، فيه شغل، وفيه الى اخره شغلات كثيره. فبتمنى الخير للجميع ويا رب تضلوا بخير وعيكم مجيده يا رب. اكيد، كل عام وانت بالف خير استاذ منتصر، وشكرا لك والمزيد ان شاء الله من التوفيق والنجاح. شكرا لكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.